بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ولله الحمد اليوم نظمنا احتفالية لمنظومة غرب آسيا للبرلمبية لغرب آسيا لتكريم المؤسسات الداعمة لهذه المنظومة، وأيضا حضور الشخصيات اللي أسست فئة المعاقين وساهمت في إنجاح هذه المنظومة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك اليوم أيضا استلم الأخ الدكتور طارق سلطان من الخادم رسالة رسمية لاستضافة الشارقة 2024 لدورة ألعاب البارالمبية لغرب آسيا الرابعة إن شاء الله في الشارقة. الحضور الحقيقي كان كبير جدا، وتم تكريم جميع المؤسسات والجهات الراعية وكذلك أيضا المؤسسات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.